الأستاذ يوان سام والإخوة الموجودين ضيوفنا الموجودين معاه. ويعني أنا برضه الموضوع لحضرتك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول طبعا أنا بشكر معالي الوزير المحافظ سيادة العمال دي على دعوته واستضافته الكريمة. في نفس الوقت وجودنا النهاردة عشان نأكد تاني على إن المعوقات اللي كانت بتحول دون بدء في تنفيذ مشروع الإسكان التعاوني والاستثماري في منطقة شارع الأمين، سواء كان في موقع بحري العلاج الطبيعي أو في منطقة ناصر، الحمد لله تم من 20,000 ل50,000 السنة اللي فاتت بفايدة دولة مدعماها بدافع 5%، والدولة بتتحمل الفارق ما بين ال 12% بتاعت البنك المركزي والخمسة، الدولة بتدفع 7%. إنما لا تقايض بسن، إنما المهم حضرتك ما تكونش استفدت قبل كده من مشروع آخر، لأنك معنى أخدت الوحدة التانية بقى تبيع، تبيع الإيه؟ الوحدة اللي هتاخدها، وإحنا ضد المتاجرة في وحدات المدعمة من الدولة. نمرة اتنين، إن حضرتك لم تحصل على قرض تعاوني قبل كده. ده الشروط بتاعت هيئة التعاونات. طبعًا مع شروط المحافظة، وهي إن يكون من أبناء المحافظة، المقيمين في المحافظة اللي مسجلين إقامتهم موجودة في المحافظة، عشان ما يحصلش برضه المتاجرة بعض الناس بسبب المحافظة الفردية. بس هو في مشكلة بس في المحافظة، معلش، من المشروعين اللي مطرح في المشروع اللي هو المفروض يتداخل مع المشروع التعاوني، ما حطش واحدة للمشروعين. اللي هو تحديد السن من أداء السن 45 سنة، وإن ما كانش واضح لبعض الشباب المتفاضل، لكن في شباب كتير جدا ممكن يكونوا متقدمين للمشروع ودفع فلوس، وممكن يكونوا واخدين قرض تعاوني من مشروعات تانية، فالشرط ما كانش واضح جدا في الشروط اللي تم الإعلان عنها، وبناء عليه الشباب قدم ال. أنا عايز أقول لحضرتك عن حاجة، إحنا كلنا عارفين من غير ورق من غير أي حاجة إن الدولة ما بتدعمش حاجة، وحضرتك هترجع تاخد حاجة تانية الدولة بتدعمها. ده قانون كلنا عارفينه، الصغير والكبير. أنا ما راحش آخد شقة